السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى. إن شاء الله اليوم ناخدكم معايا في جولة سريعة في محل بريمارك، نشوفوا شنو الجديد ديالهم، الأثمنة ديالهم، ونشوفوا حتى التخفيضات اللي كاينة. واخا دابا راه ماشي وقت التخفيضات، ولكن كيكونوا بعض الأشياء اللي هما مخفضين فيهم. ونتعرفوا بطبيعة الحال شنو واقع في لوغمار. كما غادي تلاحظوا معايا، حنا في البلاصه يعني المخصصه للحوايجات ديال الدراري الصغار، وبريمارك معروفه يعني بالكاليتي ديالها فيهم، ورخيصه في نفس الوقت. بحال هاد لي اوغ هادو بلا صولد بلا والو، دايرين 9 اورو. وهاد الشال مع الطاقيه ديالو مع الليكات ديالو داير يعني 7 اورو، يعني رخيص بزاف. وهنايا كما غتلاحظوا معايا، هذه هي البلاصه يعني المخصصه لي صولد حاليا في جهه ديال الوليدات. هذه يعني كل شيء صيفي، كسيوات، تيشيرتات، شورتات، ديباردور، يعني هادشي كل شيء ما فايتش 5 اورو، يعني كاين 5 اورو، 3 اورو، 2 اورو، اورو يعني 30 درهم، 50 درهم، 10 دراهم. يعني بحال هاد التيشيرت هذا داير اورو، والناس اللي كيفضلوا فهاد الوقيته كيشريو حوايج الصيف لوليداتهم، علاش لا، كيغتنموا الفرصه ان كلشي رخيص وكتبقى لا كاليتي ديالهم كما قلت لكم مزيانه. هادو هما لي بيجاما لي دابا كاينين، زوينين، ديزاين ديالهم زوين، بنيتات صغار وسخيخنين. الثمن ديالهم ما كيفوتش 10 اورو، كاينه ديال 10 اورو، كاينه ديال 8 اورو، 7 اورو، يعني رخاص. وهنايا كما كتشوفوا معايا بلاصه ديال طريبيات، حتى هما دايرين لهم داكشي رخيص وزوين، و 100% قطن، يعني صحيين زوينين، ما تيديروا لا حساسيه لا حتى شي حاجه، ورخاصين في نفس الوقت. يعني كتلقاي بيجامات 3 ب 11 اورو، تلقاي 5 البيجامات تقريبا ب 13 او لا 14 اورو، وكتلقاي لوينات وشكيلات غزالين. وهادو لي زونسومبل، يعني كاين اونسومبل بحال هذا اللي فيه البنوار وفيه البيجاما ومعاه واحد النونو صغير، وداير 15 اورو، يعني رخيص وزوين وسخيخن. دابا غادي تشوفوا معايا لي باك بيجاما لي زوينين في المنظر ديالهم، والثمن مناسب، كاينه 13، كاينه 17، على حسب اشنو في الباك. كاين الباك اللي فيه بيجاما معها تقشرات، كاين الباك اللي فيه بيجاما معها سميتو اجندا وستيلو، كل واحد على حسب الثمن ديالو، على حسب شنو فيه. والمنظر ديالو غزال الصراحه، تقدر هكا باكت يمشي كادو زويون عاطي المنظر. وهنايا بلاصه لي بينوار كاينين يعني اشكال مختلفه. كاين هاد البنوار هذا اللي كيدير 10 اورو، وكاين البنوار اللي كيدير حيت فيه السلسله 12 اورو، وكاين 11 اورو، وكاين لي بونطوف رخاصين خلاص 5 اورو. وكاينين يعني لي بينوار زوينين، وعلى حسب كيفاش يعني مصايبين، بحال هذا داير 18 اورو على حسب الديزاين ديالهم، يعني كاين اشكال مختلفه وكثيره.
و لي اكسسوار لي سول ديالهم هادو لي لونيت اولا النظاظر دايرين اورو جوج اورو على حسب اصلا كانوا رخاصين 3 4 اورو ولي براسلي تا هما مرخصين فيهم لي بوكل تا هما دايرين ليهم اثمنه رخيصه بزاف. كما غادي تشوفوا معايا هذه هي الكوليكسيون ديال راس السنه في لي بوكل وفي يعني توينغات نيسلات زوينين دايرين لهم داكشي زوين واثمنتهم رخاص ما غاليينش. وبالنسبه للي ساك ما كانش فيهم الصراحه تخفيضات من غير هذا النوع هذا اللي لقيت هو اللون ديالو شويه شكل كي اللي كيعجبو هاد الالوان هذه هو داير 7 اورو والصراحه كبير من الداخل يعني ما صغيرش و يعني اللون ديالو اللي كيبقى عليه النقاش الصراحه كاين الناس اللي كيعجبهم هاد الالوان وكاين الناس اللي ما تتعجبهمش. ولي شانتا هما كان فيهم تخفيضات بثلاثة اورو اشكال والوان مختلفه بالنسبه لهاد العام لي مونطو اللي جايبين بريمارك الصراحه فيهم زوينين وجايبين اشكال كثيره ومختلفه يعني 22 اورو بالنسبه للاثمنه حتى هي كاينه المناسبه وكاينه شويه اللي طالعه 25 كاينه 40 اورو وكاينه 60 اورو وكاين الاختلاف في الالوان وفي الثوب يعني هاد المره الصراحه جايبين شي حاجه اللي زوينه. دابا نشوفوا المواد التجميليه ديالهم بلا لي سولد هادشي داير 8 اورو فيها لي جلوس كاينه هكا الفاغ بوبيير داير 10 اورو يعني اثمنه رخيصه جدا خليكم تشوفوا. هذا هو السولد في كل شيء يعني اللي عندهم يعني داكشي كوزميتيك لي بارفان هذا لا تروس كانت دايره 14 اورو داروا فيها 50% 7 اورو وزوينه وكبيره وكاين كل شيء يعني صباغات لي فوزونغ هذا كل شيء كاين لي كريم كلشي الصراحة أثمنة رخيصة جدا. كما غادي تشوفوا معايا هادي إكرون سولار كانت دايرة 3.5 أورو ولات دايرة 2 أورو يعني رخيصة رخام من هادشي ما كنظنش كاين. و لي فوزونغ دايرين 2 أورو كاين لي داير أورو كاين لي داير 50 سنت يعني كلشي رخيص. هادو لي فوسيل عندهم اشكال كثيره واثمنه مختلفه
كاينه 5 اورو، كاينه 3 اورو، كاينه 3 اورو ونص، يعني كل حاجه وتمنها، وكاين انواع واشكال متعدده. بالنسبة للأحذية، هذا هو اللي لقيت سولدي، هاد لي صندال هادو دايرين 7 اورو، والباقي الصراحة كانت كوليكسيون جديدة حتى في لي بوت، يعني بالنسبة للي بوت راه ما فايتينش 25 اورو، يعني بادين من التحت، يعني من 10 اورو، 15، 17، حتى 25، وعندهم أشكال صراحة مختلفة بزاف، خليكم تشوفوا. كما كتشوفوا معايا هذه فلور مارلي دايره سولد 70%، يعني المغازان خوات تقريبا، بقى فيها حاجه قليله، والاثمنه ما نقولش لكم، يعني خديت من عندهم شي حوايج بقيمه الحقيقيه ديالهم 63 اورو، وفي الاخير بقاو ليا ب 20 اورو. هنايا غادي يكون الفيديو ديالي سالا، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.